يقول في الإمارات لدينا من يصلي 8 ركعات في التراويح ولدينا من يصل إلى 20، هل من توجيه؟ نقول لا حرج في ذلك السيادة، هنا وإن كان الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي 11 كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله. وأما بالنسبة لو زاد الإنسان على ذلك قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة، فنقول الإنسان يصلي ما شاء من الليل ولا حرج عليه في هذا. وقد جاء أيضا من حديث عبيد بن عمير وكذا أيضا عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما جعل أبي بن كعب يصلي بالناس وصلى فيهم 21 ركعة، فنقول لا حرج على الإنسان أن يزيد في هذا، وهو عمل عمر بن الخطاب وجماعة أيضا من المسلمين من بعده. أحسن الله إليكم.